أنا ولله الحمد أجيء إلى درس الاثنين مع أحد الإخوان، وكلانا يصوم الاثنين ويدركنا الأذان في الطريق، فهل يجوز الاتفاق على أن يحضر كل أسبوع واحد منا الفطور؟ على أن يحضر كل واحد منا الفطور؟ نعم، لا بأس، لا بأس بذلك، إنكم تشترطون إن كل واحد يحضر الفطور في أسبوع، هذا من التعاون على البر والتقوى، ولا في محذور إن شاء الله. نعم.